الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قائد الغل المحجلين الميامين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وصلي عليه حبيب رب العالمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي رواية عسله. نشوف كتير من الناس ربما يكونوا ما قربوش من ربنا، وتلاقي سبحان الله في آخر حياته بدأ يقرب من ربنا، بدأ يعمل عمل صالح، بدأ يتقرب إلى الله عز وجل، إما بالتوبة إلى الله أولا ثم بالعمل الصالح ثانيا، فيختم الله عز وجل له بخاتمة السعادة. روى الإمام أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: ما يستعمل؟ كان قيل: ما يستعمله؟ قال: يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني: إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته. قال: وما طهور العبد؟ قال: عمل صالح يلهمه إلا إياه حتى يقبضه عليه. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: ما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. شفنا كتير حالات قدامنا كتير جدا، وذكرت أن هنا فنانة من الفنانات تابت إلى الله عز وجل قبل موتها، ولازمت المسجد وماتت في رمضان. وذكرنا، وكان الكلام ده بعد قيام ليل وتهجد وجلسة كمان لحد شروق الشمس، وذكرنا قبل كده هذا الرجل الذي كان يشرب الخمر وتاب قبل موته. والقصة اللي أقولها لكم دلوقتي ربنا ذكرني بها دلوقتي. أحد الشباب كان يدعو الناس للدخول لأنه يصلي في المسجد، فشاف من بعيد راجل جاي يتهادى طوله كده طويل، قال له: تعالى صلي. الراجل قاعد يبص للمسجد ويبص للشاب وما بيتكلمش. تعالى صلي، يبص للشاب ويبص للمسجد وما يتكلمش. في الآخر راح داخل، فلما دخل سقف المسجد كان يعني قصير مش طويل يعني. فالناس اللي قاعدة في المسجد، الناس الكبار، شموا ريحة خمرة، قربوا من الراجل ده لقى ريحته خمرة، قالوا له: كمان داخل المسجد وانت شارب خمر، اطلع برة، اطلع برة. فقال: لا، مش هخرج. فانهالوا عليه ضربا حتى يخرج من المسجد. فنادى الشاب على أبوه، كان هو أمام المسجد: تعالى أبي، تعالى يا شيخ، تعالى. خير في إيه؟ الراجل شوف البيه داخل المسجد وريحته خمرة. يا قال: يا أخي اتق الله، اطلع برة لو سمحت. قال له: أبدا، مش هخرج. يا أخي لا يقول. قال: أبدا، مش هخرج، أنا ما صدقت دخلت، أنا ما صدقت دخلت. قال له: طب خوح اغتسل، اغتسل، استحمى يعني، وتعالى. دخل المسجد اغتسل وتوضأ. يقول له: بس ما توقفش جنب الناس عشان ريحة الخمرة بتاعتك ما تضلهمش، صلي بعيد عنهم. صلوا، وبعد انتهاء الصلاة لو ساجد. قال له: حتى نمت واحنا بنصلي من الخمر اللي انت شاربه يا اخي اتق الله. بيصحوه او بيزقوه لقوه ميت ساجد، لقوه ميت ساجد. ان العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل من عمل اهل الجنة، بعمل اهل الجنة فيدخلها. اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.